هكذا قال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من عبد الله بالتوهم فقد كفر مر الحديث عن هذا لا اريد ان اعيد الكلام المتقدم لكنني اقف عند هذه العباره فقد كفر كفر الشيء غطاه ولذا يقال لعملية تغطية البذور عند الزراعة حينما يأتي الفلاح بالبذور ويغطيها بالتراب لزراعتها هذه العملية عملية كفر هذه عملية كفر وعملية كفر فهنا كفر الفلاح كفر البذور حيث غطاها بالتراب وهذا المعنى ينتقل في أجواء العقيدة والدين فالكافر هو الذي يكفر الحقيقة هو الذي يكفر الحجة هو الذي يكفر الفطرة ويكون الكلام بهذا السياق من عبد الله بالتوهم فقد كفر انه صنع له الها وخالقا في اوهامه في خياله وهو بذلك غطى بالنسبه له والا فهل هناك من احد يستطيع ان يغطي الله سبحانه وتعالى بالنسبه له بالنسبه لهذا الانسان قد غطى الله والتعبير الادق قد غطى عقله وغطى قلبه وغطى ادراكه بهذا الاله الذي خلقه في عالم اوهامه وفي عالم خياله ومن هنا فقد كفر الحقيقه كفر الحقيقه ان غطى عقله وغطى قلبه وغطى ادراكه بهذا الذي خلقه في اوهامه. من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الاسم دون المعنى. واسماء الله حقيقه ما هي باوهام لكن الانسان اذا توجه لها بالعباده فقد كفر. لماذا؟ لانه قد غطى عقله وغطى قلبه. باي شيء بالاسم الذي ما هو بالله سبحانه وتعالى الاسم بوابه مفتوحه فتحها الله لنا ندخل الى الله من خلالها فحينما نترك ما وراء الباب ونتوجه الى الباب فقد جعلنا هذا الباب غطاء غطينا به عقولنا وقلوبنا نحن في الحقيقه ما غطينا الله وان كانت هذه التعابير تستعمل في الحديث من ان الكافر هو الذي كفر الله غطى الله غطى الله بكفره بضلاله في الحقيقه هو غطى عقله وغطى قلبه وغطى فطرته حجب عقله وحجب قلبه وحجب فطرته عن نوره سبحانه وتعالى فتاره بالتوهم حينما يخلق الها في عالم خياله وأوهامه وأخرى بعبادة الأسماء حينما يتوجه بعبادته إلى الأسماء فقد كفر من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر الذي يتوجه إلى محمد وآل محمد بالعباده من دون ان يكونوا ابوابا من دون ان يكونوا اسبابا توصلنا بالله فقد كفر هذه فتاوى جعفر بن محمد الكلام واضح وصريح جدا لا يضحك عليكم هؤلاء الذين يعرفون بالدراويش من صوفيه الشيعه ويقولون لكم توجهوا بالعباده الى محمد وال محمد وهنا ينقطع الكلام هذا كفر صريح التوجه الى محمد وال محمد بالعباده التوجه الى الحقيقه المحمديه بالعباده هذا كفر صريح هذه فتاوى جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، انا لا اقرا عليكم من رساله عمليه لمرجع من مراجعنا من مراجع الشيعه. هذا هو الكافي وهذا كتاب التوحيد. وهذه كلمات جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. من عبد الله بالتوهم فقد كفر. ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، الإمام يفرع بفاء التفريع يعني أن هذه العبادة قطعا قطعا ستقودنا إلى الكفر ويستعمل قد قبل الفعل الماضي يعني أن الكفر واقع 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 اذا ما عبدنا الله بالتوهم واذا ما عبدنا الاسم دون المعنى توجهنا لمحمد وال محمد او توجهنا الى الحقيقه المحمديه الحقيقه المحمديه من اسمائه سبحانه وتعالى ومحمد وال محمد من اسمائه الامام الصادق قرات عليكم الروايه من هذا الجزء نحن والله الاسماء الحسنى ومر الحديث عن الاسماء الحسنى التوجه الى اي مرتبه من مراتب الاسماء الحسنى هو كفر اذا توجهنا الى الاسماء دون المعنى من عبد الله بالتوهم فقد كفر فما بالكم بالمتصوفه الذين يتوجهون في عباداتهم الى شيوخ الطريقه انا لا اتحدث عن الجميع ولكن هناك العديد من طرائق الصوفيه من صوفية النواصب وحتى من صوفية الشيعة الذين ساروا على منهج صوفية النواصب يتوجهون بالعبادة إلى شيخ طريقتهم وهذا كفر أيضا فهذه لا هي بعبادة مبنية على التوهم ولا بعبادة توجه العابد فيها إلى اسم من الأسماء الحسنى وعبد الاسم دون المعنى هذه صنمية وضلال واضح هذا الكلام يتردد في أجواء صوفية الشيعة أيضا يتوجهون إلى مشايخ الطريقة في عبادتهم الإمام الصادق يقول من عبد الاسم دون المعنى من عبد محمدا من عبد عليا من عبد فاطمة من عبدهم دون المعنى فقد كفر ومن عبد الحقيقة المحمدية أيضا فمحمد وآل محمد هم انعكاس هم تجل هم وجه هم الاسم الأعظم للحقيقه المحمديه فمن توجه بالعباده اليهم او الى الحقيقه المحمديه فقد كفر كافر هذا كلام الامام الصادق واضح جدا لا غبار عليه من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرك العباده لله سبحانه وتعالى لكننا حين نتوجه نتوجه الى الباب الذي فتحه الله لنا مثلما نتوجه جسديا إلى القبلة نتوجه معنويا إلى الباب الذي فتحه الله لنا سياتينا التفصيل حينما نصل إلى الحديث عن التوجه قلت لكم الحديث القادم عن النية وبعد الحديث عن النية سيكون الحديث عن التوجه الذي هو روح الصلاة من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرك كيف نشرك مخلوقا في العباده مع خالقه محمد وال محمد مخلوقون والحقيقه المحمديه مخلوقه. لا يمكن ان نشرك في العباده ما بين الخالق والمخلوق وان علت مراتب المخلوق. المخلوق باب فتحه الله لنا. المخلوق سبب جعله الله فيما بيننا وبينه. المخلوق هو وجه الله الذي اليه نتوجه مثلما نتوجه الى القبله بوجوهنا الفيزيائيه بوجوهنا الجسديه الجسميه نتوجه بوجوهنا المعنويه التي هي عقولنا وقلوبنا وجه الانسان المعنوي الذي يتوجه به في صلاته ما هو هذا الوجه الذي فيه عيناه وفيه انفه وفيه فمه وجه الانسان عقله وقلبه مضمونه الفكري مضمونه العقائدي هذا الوجه نتوجه به الى وجه الله وهذا هو الذي يصر عليه القرآن وستأتي البيانات واضحة لا شأن لي بهراء ثولان النجف هؤلاء لا يفقهون شيئا من قرآن محمد وآل محمد ولا يفقهون شيئا من فقه محمد وآل محمد هؤلاء قد غطسوا في قذارات سقيفة بني ساعدة وما قدموه من دين لاجدادنا وابائنا وقدموه لنا قدموا لنا ضلالا في ضلال في ضلال ولا زالوا مرتكسين في ضلالهم ويزدادون ضلالا فوق ضلالهم يوما بعد يوم لا بصيره عندهم وصاحب الامر اوكلهم الى انفسهم هذا التخبط الفكري والعقائدي والتفسيري والاستنباطي الفتوائي هذا التخبط الذي عندهم لان صاحب الامر اوكلهم الى انفسهم والذي يوكل الى نفسه سيعبث بنفسه ويعبث بغيره الذي يوكل الى نفسه هذا هو الاحمق لا اتحدث عن احمق الطباع هذا احمق الدين احمق الدين يضل نفسه ويضل الاخرين هذا الحمق حمق الدين الذي يترك محمدا وال محمد ويذهب راكضا وراء النواصب هل هناك من حماقه هل هناك من حماقه اقبح من هذه الحماقه؟ هؤلاء حمقى في دينهم قد لا يكونون حمقى في دنياهم لانهم شياطين يعرفون كيف يسرقون الشيعه يسرقون عقولهم وقلوبهم ودينهم ويسرقون اموالهم ويضحكون عليهم هؤلاء حمقى في دينهم والاحمق ان كان في الدين او كان في الدنيا الأئمة حذرون من مصاحبته لأنه يحاول أن ينفع نفسه فماذا يصنع فيضرها ويحاول أن ينفع صاحبه فيضره أيضا هذا هو الأحمق وهذا هو الذي فعلوه بأنفسهم وفعلوه بالشيعة تركوا ثقافة محمد وال محمد وراحوا يركضون وراء ثقافة النواصب هذا هو الذي فعلوه بنا من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرك ومن عبد المعنى الحديث عن الذات الاولى ومن عبد المعنى بإيقاع الاسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه والتي نعرفها من خلال المعصوم حتى التي وردت في القرآن فإننا نعرف معناها من خلال المعصوم مثلما وضعت لكم هذه الحقيقه في بدايه حديثي في هذه الصحيفه الخامسه من ان التوحيد عقيده وفكره عن الله سبحانه وتعالى ناخذها من المعصوم فقط وفقط ومن عبد المعنى بإيقاع الاسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه عقد قلبه على هذه العقيده فعقد قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فاولئك اصحاب امير المؤمنين حقا الصادق ما قال فاولئك اصحاب ابي الباقر، ولا قال فاولئك اصحاب الحسين، ولا قال فاولئك اصحابي باعتبار انه يتحدث مع اصحابه في زمانه قال فاولئك اصحاب امير المؤمنين حقا انه يتحدث بشكل مباشر عن مضمون بيعه الغدير بوجهها الثابت ووجهها المتحرك من هناك يبدا توحيدنا انها مرحله التاويل فاصحاب امير المؤمنين عنوان يشير الى الدين في مرحله التاويل ومرحلة التأويل نسخت الدين في مرحلة التنزيل، وهذا الكلام تقدم مفصلا في الحلقات الماضية، نذهب إلى فاصل